السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في المباشر من سيدي رحال إقليم برشيد. في آخر أيام الصيف ساكنة يعني مازال كيتاخذوا الشاطئ مكان للترويح عن النفس وقضاء أوقات جميلة ورائعة من خلال هذا البث المباشر من قلب سيدي رحال شاطئ إقليم برشيد، غير بعيد عن كان هذا الشاطئ ديال سيدي رحال إقليم برشيد. يعني في أيام الصيف كيعرف واحد الحركية وكيعرف واحد الاكتظاظ ولكن مازال الناس أنهم يعني كيتاخذوا الشاطئ مكان للترويح عن النفس، واحد الملاذ لقضاء بعض الأوقات، خصوصا يعني في هذه الأيام. يعني مازال الشاطئ عامر، والناس مازال يعني أنهم كيقوموا بالسباحة في هذا الشاطئ ديال سيدي رحال. كنحاولوا أننا ننقلوا لكم هذه الأجواء الجميلة والرائعة من القلب ديال سيدي رحال. الشاطئ من القلب ديال سيدي رحال الشاطئ، هذه الأجواء على المباشر متابعينا. يعني كنحاولوا نقلوا لكم هذه الأجواء هذه الأجواء الجميلة والرائعة من قلب ديال الشاطئ سيدي رحال إقليم برشيد. يعني من قلب ديال الشاطئ سيدي رحال إقليم برشيد، هذه الأجواء على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة. يعني مازال ساكنة، يعني خارجين في هذا الأثناء للترويح عن النفس، ومازال يعني بعض الناس أنهم يعني كيتاخذوا من هذا الشاطئ واحد المتنفس، واحد الملاذ للقضاء يعني أوقات جميلة ورائعة. هذه الأجواء على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة من خلال هذا البث المباشر من شاطئ سيدي رحال إقليم برشيد. أجواء جميلة ورائعة وساكنة، يعني المصطافين مازال كاين بعض الناس لأنهم يعني مازال رغم مرور الصيف الناس مازال خارجين في هذا الأثناء، ومازال يعني أنهم كيقضيو أوقات جميلة ورائعة رفقة الأسر ديالهم، رفقة العائلات ديالهم. كنحاولوا أننا ننقلوا لكم هذا الأجواء المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة من خلال هذا البث المباشر من شاطئ سيدي رحال. إقليم برشيد، وجدر الإشارة بأنه هذا الشاطئ ديال سيدي رحال للمرة العاشرة أنه حصل على اللواء الأزرق في النظافة، نظرا لنظافة الشاطئ، نظرا للعديد يعني كيف ما كتشوفوا أنه الأسر يعني مازال أنهم جايبين الوليدات ديالهم ومازال كيعوموا رغم مرور الصيف. يعني مازال أنهم كيعوموا يعني رغم مرور الصيف. هذه الأجواء المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال شاطئ سيدي رحال إقليم برشيد. كنحاولوا ننقلوا لكم هذه الأجواء الجميلة والرائعة من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال شاطئ سيدي رحال. يعني الساكنة مازال المصطافين يعني مازال في هذا الأثناء أنهم خارجين رفقة الأسر ديالهم ورفقة الوليدات ديالهم لقضاء أوقات جميلة ورائعة هذه الأجواء على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة من خلال هذا البث المباشر. مازال الوليدات أنهم كيعوموا، مازال الأسر، مازال يعني رغم مرور الصيف الناس يعني مازال انهم كيتوافدوا على هذا الشاطئ ديال سيدي رحال اللي كيتعتبر من اجمل الشواطئ. وكيف ما ذكرنا انه يعني المره العاشره يعني حائز على اللواء الازرق في النظافه.
كنشكركم على تواصلكم وتفاعلكم خلال هذا البث المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال شاطئ سيدي الرحال إقليم برشيد. يعني المصطافين الناس مازال كيتوافدوا على هذا الشاطئ لقضاء واحد الأوقات جميلة ورائعة، والناس يعني مازال أنهم كيعوموا رغم مرور الصيف يعني في هذه الأجواء الجميلة والرائعة. كنشكركم على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هذا البث المباشر، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.